السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كيف الحال؟ كنتمنى من الله أنكم تكونوا في حالة طيبة. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد غادي نشوفوا من خلاله كيفية حساب تكلفة المنزل بواحد طريقة بسيطة وشرح مفصل. وأي واحد إخوان كرام عنده شي استفسار يخليه في التعليق، فإحنا إن شاء الله غادي نجاوبه على الرأس والعين. نبدأ على بركة الله. أول حاجة إخوان كرام غادي نحتاجو 6000 كيلوغرام ديال الحديد، يعني 6 طن ديال الحديد، والثمن ديال الكيلو غرام ديال الحديد كيساوي اخوان الكرام 9.5 دراهم. غنشدو 9.5 دراهم غادي نضربوها في 6000 كيلو اللي غادي نحتاجو، غتعطينا 57 ألف درهم، يعني 7,140,000 ريال. وبالنسبة للسيمة اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو 650 خنشة ديال السيمة، وثمن الخنشة الحالي اخوان الكرام 78 درهم. غادي نضربوها في 650 خنشة، غتعطيني 50,700 درهم، يعني 5,014,000 ريال. الرملة اللي غادي نحتاجو 2 فياجات ديال 25 متر مكعب، ثمن الفياج 4,000 درهم، غادي نضربوها في 2 غتعطيني 8,000 درهم ديال الرملة. بالنسبة للكرافي أو للكاياس، غادي نحتاجو 3 فياجات ديال 25 متر مكعب، وثمن الفياج 2,500 درهم، غادي نضربوها في 3 فياجات، غتعطيني 7,500 درهم. وبالنسبة الوردي إخوان الكرام، البوتري الوردي ف 90 درهم المتر كاري، غادي نضربوها في 250 متر كاري اللي عندنا، غتعطيني 22,000 درهم و500 درهم. بالنسبة الوردي والبوتري والتريسو دي الشبكة ديالها. وبالنسبة لياجور الحمر ديال العشرين أولا لاغلو، ففي الثمن ثمن ياجورة 2.5 دراهم، وغادي نحتاجو 8000 ياجورة مضروبة في 2.5 هي 20,000 درهم. وبالنسبة للبريك ديال 7 سنتيم كنحتاجو في الفريق إخوان الكرام، فراه غادي نحتاجو 4,500 ياجورة، وثمن ياجورة 1.5 درهم مضروبة في 4,500، 6,750 درهم. وبالنسبة للبي في سي القادوس اللي غادي نحتاجو في الفونداسيو اللي غادي يهود لينا الواد الحار أعزكم الله المتسطح، فغادي نحتاجو 30 متر اللي عندنا، غادي نضربوها في 60 درهم في المتر لينير، غتعطيني 1,800 درهم. والصور السترة أولا ديال الطيراس الفوق، فعدي 35 متر مضروبة في 140 درهم، غتعطيني 4,900 درهم توتال. وبالنسبة لليد العامل إخوان الكرام، فراه عندي 290 متر كوفير، اليد العاملة غادي نشدوها 250 درهم، هي 72,000 درهم و500 درهم. وبالنسبة للحفر ديال الأساسات أو للفونداسيو، فغادي نحتاجو 2,000 درهم. دابا إخوان الكرام غادي ندوزو للطوطال ديال هادشي اللي قلنا كامل. بالنسبة للحديد 57,000 درهم، وبالنسبة للإسمنت 50,000 درهم و700، بالنسبة للرملة 8,000 درهم، بالنسبة للغرافي 7,500 درهم، بالنسبة للضالة الوردي 22,500 درهم. وبالنسبة الياجور ديال العشرين 2,000 درهم، الياجور ديال السبعة 6,750 درهم، القادوس 1,800، صور السترة 4,900، اليد العاملة 72,500 درهم. وبالنسبة للحفير ديال الأساسات أو للفونداسيو 2,000 درهم إخوان الكرام. دابا غادي ندوزو للمجموع، المجموع هي 25,000 درهم و300 و3,650 درهم، أي تقريبا 25,500,000. كنتمنى من الله أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ومازال إن شاء الله غادي ننزل فيديوهات على تكلفة المنزل في جميع المساحات، ما يقدر 80 100 متر 160. إن شاء الله المواضيع كلها غادي نتطرقوا ليها. وأي واحد إخوان الكرام عنده شي منزل باغي يبنيه يتوكل على الله، فمرحبا يخلي الكومونتير في التعليق، وحنا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نجاوبوه، فراه كنديروا ثمن مزيان معقول اخوان الكرام. واهم حاجه هو العمل يكون متقون، وكنتمنى من الله انكم تشاركوا هذه القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.